لينك موقع النتيجة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 استخراج نتائج الترمي الثاني بالاسم. موقع النتيجة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم يتم توفيره عبر منصة بوابة التعليم الأساسي، حيث سيتم نشر النتائج عليه بمجرد أن تنتهي لجان المديريات التعليمية الخاصة بكل محافظة من تصحيح درجاتها واعتمادها، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج عن طريق البحث الإلكتروني بالاسم أو رقم الجلوس. وضح أهم التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية. موقع النتيجة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024. قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن رابط النتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024، حيث ستقوم جميع المديريات التعليمية بنشر النتائج عليه بالاسم حتى يستطيع الطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلاله. كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 1717. ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد النتائج من قبل مختلف المديريات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار سعي المنظومة التعليمية على الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الامتحانية قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية. نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024. عن طريق رابط النتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس يستطيع الطالب التعرف على نتائجهم بعد اعتمادها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج بعد مرور 7 أيام كحد أقصى، وذلك بسبب بدء أعمال التصحيح بعد نهاية الامتحانات مباشرة، ولهذا لم يتبقى الكثير على إعلان النتائج، ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال هذه الخطوات. قم في البداية بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي، ثم حدد نتائج سنوات النقل. قم باختيار المرحلة الابتدائية والصف الدراسي والسنة الدراسية مثل نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. سجل بيانات الطالب. تأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم انقر على زر عرض النتيجة.